وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعد، فإننا نعيش اليوم مع كنز من كنوز القرآن الكريم، بل نعيش مع كنوز من كنوز القرآن الكريم. هذه الكنوز من فهم حقيقتها كان من السعداء في الدنيا قبل الآخرة. أهلا بعبد الرحمن حبيبنا، خالد حبيبنا، أحمد وخالد وعبد الرحمن، الله يرضى عنكم. هلا طارق سبت راجع الترتيبات، يعود طائر النورس إلى شاطئه. طيب، قال كعب الأحبار: إن في القرآن سبع آيات، إن في القرآن سبع آيات لا أبالي بشيء بعد قراءتهن. إن في القرآن سبع آيات لا أبالي بعد قراءتهن بشيء، ولو خرت السماء علي نجوت بإذن الله. هي بوليس التأمين، هي بوليس التأمين، بس منتبه كثير، يقين عجيب. يقول أنا عندي سبع آيات، إذا فهمت تحققت فيها لو طبقت السماء على الأرض الله بده يجيني. أنا بعرف واحد بشهر 2 هي السنة صار الزلزال بتركيا، فكان هو بهاتاي اللي هي اسمها أنطاليا، أنطاكيا عفوا، على الحدود السورية، كان بأوتيل، الأوتيل كله صار تراب، هو قاعد فوق الأنقاض ومعاه علبة الدواء تبعه، هو الوحيد اللي نجا. قلت له يا فلان شو؟ قال لي كنت عم بحكي مع أمي، دعوت الوالدة، الأوتيل كله في الأوتيل ماتوا، قضوا، إلا هو يعني شافوه قاعد فوق الأنقاض، وكان نايم بالغرفة مو حاسس شو قصة نايم، فنزل الفندق كله كاملا والله نجاه مع علبة الدواء تبعه. قال: إن في القرآن سبع آيات لا أبالي بشيء بعد قراءتهن، ولو خرت السماء علي نجوت بإذن الله. خلينا الآيات السبعة يا ناجي الخير نمر عليهم. أول آية، الآية الأولى، الآية الأولى، هذه كلها يعني هذه الآيات السبعة هي أمان لك أنك ما تخاف من شيء والله بده ينجيك. قال الآية الأولى في سورة التوبة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، انتبهوا مو علينا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هي الآية الأولى، سآتي عليها. الآية الثانية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هي الآية الثانية. الآية الثالثة، نعم الآية الثالثة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
الآية الرابعة: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. سورة هود. الآية الخامسة: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. طيب، الآية السادسة: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الآية السابعة والأخيرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سآتي على الآيات السبعة، على الآيات يعني السبع بالتفصيل. أما الآية الأولى وهي قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أول شيء في الآية مقطع الله لنا، هلا أنا ما عم بحكي صدر الآية، عم بحكي عن عجز الآية، نهاية الآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. في هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خلينا ناخذ في كلمة في الآية أو هناك كلمة الله لنا، هي كبيرة كثير، يعني إذا كنت في حزن الله لك معك لك، وإذا كنت في كرب ما لك غير الله، من لي سواك ومن سواك، وظني فيك يا ربي جميل فمنك الجود يعرف والسخاء. بعدين يقول يعني إنه الشاعر عم يناجي الله عز وجل: وظني فيك يا ربي جميل فمنك الجود يعرف والسخاء. وإذا انقطعت الآمال تنقطع من الجميع، انقطع رجاؤنا وحقك إلا منك، وخاب أملنا وعزتك إلا فيك. هذا كلام الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى. طيب، الله لنا، أنت لما بكون عندك عقيدة، هي بس يعني عقيدة، أنه الله لك، وأنه ما كذب ولا قدر ولا سبق في علمه شيء إلا هو لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما قال علينا. ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر الحمد لله الله أكرمنا وتفضل فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن أموره كلها بخير، لذلك القرآن ما قال كتب علينا، قال كتب لنا، هي إلك. إن كان ألما فهو لك، وإن كان غير ذلك هو لك، بس خليك معه. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وفي الآية بيان لكمال وتمام عقيدة أهل الإيمان، أن كل شيء بتقدير العزيز العليم، فلا يقع شيء في ملكوت الله إلا بعلم الله. طيب، أنت أحيانا واحد يقول لك: أنت عرفت شو صار؟ قل له: قل لن يصيبنا إلا ما كتب. بده يخوفك، ما لأنه ما صار شيء إلا بعلمه. حكيت لكم عن الإمام أحمد بن حنبل لما كان يجلدوه، فكان يقول لهم: أنا لا أرى يد الجلاد، أنا أرى يد ربي العباد. طيب، هي الآية الأولى. الآية الثانية التي تصب في المعنى نفسه، معنى اليقين، معنى أن الكون كله بتقدير الله، قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لأنه فيها واحد يقول لك، روح هذول البصارين والمنجمين والكذا، أنه أخي شوف لنا الشغلة الفلانية،
بدي اتزوج فلانه، بدي اتوظف. للاسف انا عم بحكي عن ناس معهم شهادات عليا ودكتوراه وماجستير، بيروح على هؤلاء ما عنده ايمان. ان يمسسك الله بضر ما حدا بيكشفه الا الله، وان يريدك بخير اذا الله كاتب لك شيء بدك لك بخير فلا راد لفضله. لو قالوا لك فلان مربوط له وفلان مربوط له فهذه قصص، لا الوحده ما بتتزوج مثلا بيكون اما عم تطلب طلبات كثير، بدها شهر عسل بينيس وبيكان وما ادري مين وما اعرف ايش، وبدها البراند هو يا رجل ما فهذا السبب انه كل ما بيجي واحد بتطفش الام، ما في سحر يعني ما في. او مثلا واحد قليل دين عم يضحك عليه واحد ما عنده دين بس عنده عائل، ما عنده دين هو بس بيقول له كذا بس اسمك شو اسم امك، احد بيعطيه اجواء انه ما دخل الموضوع باسمه، انت ايوه انت عندك وجع راس، ايوه عم شوف منامات، بطنك عم توجعك، ما بقدر جاوبك اعطيني وقت، هذاك مسكين بينام عنده نقص فيتامين دال، هون البلد اغلبها ما بيتعرضوا للشمس، بصير كانه عمره 20 سنه بحس حاله عمره 70 سنه، حلل فيتامين دال ما بدها، لا معمول له عمل اكيد، لا وكتفي قاعد 24 ساعة على الموبايل، هذا تسك بالرقبة عادي ما في، هذا جن. طيب عم يشوف منامات، ابصر شو الامام مالك يقول من طابت يقظته طاب منامه، واحد بالنهار بقضي لي اياها مشاكل ومعاصي اكيد بده يشوف منامات يعني مو كثير والنعم. فاذا اذا الله بده يمسك بضر لو الكون كله ما بيدفعوا عنك، لكن اذا بده خير فيك لا يستطيع ساحر او الكاهن او الدجال او المشعوذ بحركه كذا، واخي انا ما باخذ فلوس بس باليورو هو بيقبض انه كذا معلش بدي العسلات هدول اورجنايجر اورجنايجر ما بعرف شو يعني عضوي ما بعرف ايش وكذا، وبيعطيه اجواء لو في ناس ممكن على هيك بيكون فايت عم يتمسخر، فبيخاف هذاك يكون مطبق الاجواء، يستغل الغباء او قله الدين، لانه لو كان عنده ايمان ما في داعي اصلا وجوده. يعني حتى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قطع دابر هؤلاء، شو قال؟ قال من ذهب الى كاهن او عراف فساله، ما قال فصدقه، روايه البخاري فصدقه، هون عم يقول راح هيك يتسلى شوف، فساله بده يجربه بده يجربه. قال لم يقبل منه صلاه ولا دعاء 40 يوما، 40 يوم طب هذا راح هيك يتمسخر. قال من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه صدقه، فقال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد. شو أنزل على سيدنا محمد؟ قرآن. مؤمن عندك إيمان بالله عز وجل وتعتقد أن أحدا قال ابن عطاء الله السكندري ما قدر لناضغيك أن يمضغا لابد وأن يمضغا، ويحك كلها بعز ولا تأكلها بذل. إذا في شغلة لك بدك تأخذها، ما حدا أبدا أبدا يأخذها غيرك. فيكون عندك هذه العقيدة في الشغل ما بتساوي مؤامرات، بالعمل ما تحزن على شيء لأنه لك بدك تأخذه. فمشان هيك شو قال كعب ابن كعب الأحبار؟ قال إنه أنا هالآيات السبعة هلا كلها تتصب بمعنى واحد، شو هو؟ اليقين، انه ما بزعل على شيء، لو خرت السماء على الارض. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله. اما الايه الثالثه وهي قوله تعالى في سوره هود وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذه الآية أنا بتذكر فسرناها هون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. أي شيء يدب على الأرض عاقلا كان أو غير عاقل، أي شيء رزقه على مين؟ على الله، وبيعرف وين مآلات الأمور وين بتنتهي، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فانت لما بتعرف انه الرزق بيد الله، رجعنا للاولانيات، قل لي كلها تصب في محور واحد، شو هو؟ انك انت تسلم امورك لله،
سلم أمورك للإله العالمي وأرح فؤادك من جميع العالم، واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء، بل ما يشاء الله أحكم حاكم. فأنت لما يكون عندك هذا اليقين بتنافس حدا منافسة غير كريمة؟ لا. أو تتآمر على لا، رزقي سيأتيني على ضعفي، على ضعفي سيأتيني. يعني فلسفة الرزق حكينا عنها فترة منيحة بشكل جيد. طيب، الآية الرابعة في سورة هود: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. خفت أحدا أن يؤذيك؟ أن هلأ الناس عم تخاف من الذكاء الاصطناعي، إن أنت الجن ما بعرف شو بسموه، خايفين أنه يطلعوا لك صوتك أو صورتك بدون ثياب أو قصاص، صح ولا لا؟ مو هيك؟ هلا هي القصة عم تنتشر بين الناس. ما أعرفه والله أعلى وأعلم. لما أنت بتتوكل على الله لن يصل إليك شيء. وحكينا عن التوكل أكثر من مرة. شو تعرف التوكل يا عبد الرحمن؟ التوكل شو هو التوكل؟ عرفناه نحن، هو ربط القلب بمعقد الرجاء الإلهي بعد الأخذ بالأسباب. هو ربط القلب بمعقد الرجاء الإلهي بعد الأخذ بالأسباب. يعني أنا بدرس بس ما مو لأنه سبب نجاحي الدراسة وذكاء، لا، الله سبب نجاحي، لكن الله طلب مني أنه عفواً أنه أخذ بالأسباب بس ما أعتمد عليها، لأن ترك الأسباب حرام لكن الاعتماد عليها كفر. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل، انتبهوا هذا قيد كثير مهم بالحديث، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. بس في واحد يقول لك أخي بلكي سكروا الشركة، بلكي فلسوا، بلكي فنشونا، شو عرفنا؟ فدائما ما عنده، خلي عندك يقين أنك أنت مع الله، لا تخاف من حدا يؤذيك أبدا. مما يروى عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أنه يعني قال: عجبت ممن كان عنده في القرآن هذه الآية بخاف. شو الآية؟ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سألوا للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ليش؟ قال: لأن الله قال بعدها مباشرة: فوقاه الله سيئة ما مكروا، مباشرة. حكى عن أيضا آية ثانية: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله قال بعد: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فإذا أنت لما بتكون عندك تسليم لأمر الله عز وجل ما بتخاف. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته إن ربي على كل شيء حفيظ وإن ربي على صراط مستقيم. الله عز وجل أكبر شخص بتخاف منه أو مخلوق نمرود، قال له لسيدنا إبراهيم: أنا أحيي وأميت. قال له: كيف أنت تحيي؟ قال: أنا الإنسان حكمت على إنسان الآن بالإعدام، هذا ميت، عفيت عنه، أنا أحييته. لذلك مما يجب في حق الأنبياء الفطانة أن يكون عنده جواب ذكي. فسيدنا إبراهيم قال له: طيب، إن الله يأتي بشمس من المشرق جبناها من المغرب. فالله قال: فبهت الذي كفر. فبده يكون عندك يقين أن كل ما في هذا الكون بتقدير الله، فلن يؤذيك ولن يصل إليك أحد إلا بعلمه. واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص ما في كلام بعد كلام الله. الله إذا بده يضرك بيضرك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كم آية صاروا عبد الرحمن؟ لا، أربعة. نحن أول آية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الآية الثانية: وما من دابة، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية الثالثة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها. الآية الرابعة شرحناها: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
يعني ما في حدا ما الله ما بيقدر عليه. الناصية هي الناصية، الله أخذ بناصية الخلق كلهم. إنا إلى الله راغبون. طيب الآية الخامسة، هذه آية عجيبة بسورة فاطر، نفس المعنى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا الله عز وجل بده يبعث لك شيء، رحمة، مال، سعة، زواج، أولاد، ما حدا يستطيع. ما يفتح الله للناس من رحمة، وهنا من حرف جر شبيه بسموه بالزائد، يعني الأصل، وما دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تمام، ما يفتح الله للناس من رحمة، الأصل ما يفتح الله رحمة للناس من رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني أنت يا أيها الناس، نتذكر أول آية، يا أيها الناس هل من هيك الآية، هل من خالق غير الله، هل من خالق، أنا كنت عم أحكي عفوا عن هذه الآية، من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. الأصل فيها هل خالق، لأن من هنا حرف جر شبيه بالزائد، نعربها هل من خالق، الخالق، خالق اسم الجلالة منصوب على التعظيم، أو مجرور لفظا مرفوع محلا بمن زائدة التقدير، هل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. طيب هنا أقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا الله عز وجل كاتب لك رحمة، الرحمة أي شيء، صحة، عافية، أولاد بررة، زوجة صالحة، شريك أمين، طبيب للعائلة بخاف الله، محامي في الشركة عنده مخافة من الله، هذه كلها رحمات. الناس بتفكر الرحمة، شو اسم الرحمة عبد الرحمن بالإنجليزي، مورسي، مظبوط. رحمة الله هي عبارة عن كل خير، يعني يرحمك في بيتك انك تكون سعيد مع اولادك، يرحمك في عملك انك تكون مع شطور عندك حسن اسره واحده، يرحمك ان يكتب لك القبول في عملك، ان الناس تحبك، هي رحمه، محبه الناس رحمه. فالناس شو ما بيعرف كلمه رحمه الا رحمه، انه السلام عليكم ورحمه الله، الرحمه محبه الله رحمه، يعني خير لك. طيب قال حتى يقول لك أنه لن يستطيع أحد أن يصرف عنك مراد الله، مهما كان طرزان وحشلوش وحبلوش ويجيب أعشاب وحركات وبوزات وحط هيك طاقية خضراء ومسبحة طويلة ويعطيك أجواء بكحل عيونه، أنه حاط لك خاتم هيك وزنه شي نص كيلو، أنه خير إن شاء الله، إجي الإذن خير. في كثير ناس هيك عند أجواء نصب، لذلك المؤمن قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن كيس فطن. الآية السادسة، يا سلام، الآية السادسة هي بسورة العنكبوت: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يعني كل شيء على هالأرض رزقه على مين؟ على الله، ما تحمل انت هم الرزق. حكيت لكم كلام سيدنا علي الله يرضى عنه، كان يقول: لا تكونوا للمضمون، يعني الرزق، مهتمين، لا تكونوا للمضمون يعني الرزق مهتمين، فتكونوا للضامن متهمين، يعني الله. بدك الله كاتب لي اشرب كاسة الشاي هي بأقصى أوروبا أو بأقصى جنوب أفريقيا، الله خلق لي سبب معين مشان نصيبي، صح ولا لا؟ وهذا أنتم كل واحد بحياتكم شافه. طيب الآية السابعة، والله الآية السابعة بسورة الزمر عجيبة، الآية السابعة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هون الشاهد: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذول شوفوا الأصنام عم تعبدوها بعيد من هون، إن أرادني الله بضر، الله كتب لي أنه وسع علي برزقي وبمالي، هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟
ما واحد من الصحابة جاء لعند النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عم يسأله قال له كم إله تعبد؟ قال له 9، 8 بالأرض و1 بالسماء. قال له طيب إذا مرضت من تدعو؟ قال له لي بالسماء. قال له طب إذا ضاق عليك رزق مين تدعو من هدول 9؟ قال له الذي في السماء. طبعا أنا ما بدي أدخل بنقاش أهل العقيدة أين الله، الله لا يحيطه زمان ولا مكان، هو خالق الزمان والمكان، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. المهم فقال له أنت يعني مين بتدعيه؟ قال له إذن يعني علموا النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد والإيمان من خلال مناقشة، أنه طب هدول كلهم عم يساعدوك، هذا الإله الذي تؤمن به قال له في السماء هنا يعني جهة العلو. قال هو سبحانه وتعالى يقول يسألهم هل هن كاشفات ضره؟ يعني أنا إذا مرضت بقول يا فلان ويا فلان ولا بقول يا الله؟ يا الله. إذا وقعت بكرب ما بقول يا فلان ويا الله، ثم يسخر لي فلانا، حتى أنه جاء في الحديث يا موسى سلني لملح طعامك، سلني لشراك نعلك، يعني خليك مع الله بكل شيء. نعيد الآيات الله يرضى عليه لناجي مشان نعطيه بسموه الخواجات الكنكلوجين، نعطيه الخلاصة هلأ بإذن الله تعالى. اليوم ما طولنا عليكم لأنه أنا ماني نايم، وإن شاء الله السبت القادم نبدأ سلسلة جديدة بإذن الله. اليوم حديثنا عن كنوز من القرآن الكريم يا ناجي. قال كعب الأحبار إن في القرآن 7 آيات لا أبالي بشيء بعد قراءتهن ولو خرت السماء علي لجوت بإذن الله. يعني هاي الآيات 7 إذا آمنت فيها وعشت تضاعيفها، عشت يقينها، عشت أنوارها اليقينية، كنت في أمان ونجوت من هم الرزق وهم الخوف من الأعداء وخوف من المستقبل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنون على الماضي ولا يخافون من المستقبل. طيب أول آية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، سورة التوبة وشرحناها. الآية الثانية وقلنا أنه كل ما للمؤمن له كتب لنا، إن خيرا صبر وإن شرا إن خيرا شكر فكان خيرا له وإن شرا صبر فكان خيرا له. الآية الثانية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء وهو الغفور الرحيم، سورة هود عفوا سورة يونس. هذه الآية الله يقول لنا أنه لن ينفعك ولن يضرك إلا الله ولن يمنع عنك شيء إلا الله أبدا. الآية الثالثة وما من أجل الاهتمام للرزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الآية الرابعة إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الآية الخامسة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الآية السادسة وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الآية السابعة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هون الشاهد قل حسبي الله، حسبي يعني يكفيني، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وأحزاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.